انا اعرف وايد ناس تحبك وامس كنا مع بعض، فراح اخذ منك حاجه اختارها. انت قلت لي مخول، مخول قبل لا اقوم اي مخول، فراح اختار حاجه نهديها لجمهورك. اوكي قلتها قدام الكاميرا، فراح اقوم اخذ اي مساله اختارها. راح تقوم انت تختار؟ طبعا. يلا قولها قدام الكاميرا صديقي، اخذها المخرج. انت مخول ان تختار شنو اللي تريده للجمهور. للجمهور اكيد تبشر. يا الله، يعني هذا الجمهور، يعني اذا ما قدم لاني هديه. اصدقائي الغالين، تريد نوقف ستار؟ لا لا خليك قاعد. قال لي مخول تختار اي مساله لجمهوري. اوكي ايش نختار لجمهورك؟ ولكن نزل مقطع على الفيسبوك راح، واي اي شخص يعمل مشاركه للمقطع اخطائي مع ستار سعد نعمل قرعه. نعمل قرعه ونصورها. تمام زين. واللي يفوز بالقرعه ناخذ هالمساله. حلو حلو. انت قلت اي شيء؟ اوكي. شو اخبارك ابويا؟ لا 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 نزار قلت انت مو هيك على كيفك. على كيفك ماركة؟ لا لا لك ابويا. طبعا كل ماركه ماركه. اوكي اوكي. شو اخبارك؟ مو قلت كل شيء ستار؟ مو جمهورك تحبهم يحبوك؟ اوكي يحبهم يحبوني بس مو ترفع قضيه ما تقدر. انت قلت بالتصوير كل شيء. طيب لا ساي مال، لا مو مو مال. لا لا صديقي مو مال كابوي ولا انزل لي جاكيت. جاكيت يلا مو مال بنطلون انا. طيب يلا مثل الحلوين الامامير المهندمين. اريد جاكيت حبيبي. يدلل تدلل انت والجمهور. فدوى عمرك تعرف الجمهور يتعلق ب بفنانة. نعم هي وفلوسها لو المحفظة. صدق المحفظة بيها. شوف المحفظة بيها. انت قلت زين كان راحت المحفظة وياها. يلا يلا الجمهور يحبك حسن سياستار حبيبي. تهديها لي اهديها لكل اللي... جمهوري. طيب اللي والشخص اللي وقف وياي و قل له مبروك للي راح يحصل عليها ان شاء الله. احنا راح ينزل المقطع هذا، فقط تشارك المنشور وتكتب اخطائي مع ستار سعد، نختار المشارك المنشور نتصل به من ما من تنبث الحلقه 3 ايام فقط على الفيسبوك. حلو. يوم الرابع ناخذ الرقم الجو نتصل به وننزله كذلك على الفيسبوك الجمهور ونخابره. انت تنطيه اياه ولا احنا نعطيه؟ نعمل ان شاء الله اتصال مع بعض ان شاء الله، لان الجمهور يحب فنانه. نعم. ياخذ منا اي مساله بسيطه، يمكن يمك هي بسيطه هذه، ولكن يمه ما تسوي يمكن الدنيا صح. كلها صح. ما نشوف احنا لعيب كره القدم ابسط شيء ميسي كريستيانو صح. اقول لك بشجع منه على طاريهم يبيعوها بملايين الدولارات ويساعدون الناس صح. فاحنا نحب نفرح جمهورك اكيد. على طاري فكره حلوه، واني يعني بالعكس حبيت الفكره، وقل له مبروك للي راح يحصل عليها. الله يطول عمرك. على طاري على طاري ريال وبرشلونة، انت تشجع ريال مدريد ستار سعد لبرشلونة؟ حتى بالرياضة لازم تسوي طائفية. شنو انت ما تقول لي؟ ريال ام برشلونة؟ ريال. ريال مدريد؟ بس يقول لك حقيقة ميسي مكسر الدنيا وكرات ذهبية ماخذ.